لا يا ميماتي، انت وين كنت لهلا؟ بحكي لك بس امشي هلا بسرعه. المعلم وين؟ هو معك؟ لا المعلم مو معي. شو صاير لك؟ في برد. معلوم لأنك قاعد على الأرض. كشيف الغطاء. تعال. يلا. أمهلك. سطح. أيوة. يوم مرق بلا خبر، عم بستنى منك إشارة أو مرسال. ما لقيت تظهر غير وقت اللي بدي فجر حالي. لو ما تخبيت كانوا قتلونا اثنيناتنا ويقتلونا. شو عم يصير؟ وين المعلم؟ أسير عند اسكندر. اللي شي جديد؟ بدي وين هو بالتحديد؟ ما بعرف بالضبط. معناتها كيف بدنا نخلصه؟ لازم نعرف محل اسكندر لنقدر ننقذه. كتير منيح. بدك تروح تسأل اسكندر يا عبد الحي؟ لأنه عم يستنانا لحتى يخبرنا. نحن فينا نخطف اسكندر من السجن. جمعت معلومات عن موظفين الدولة ورجال أعمال وصحفيين إعلاميين من كل أنحاء تركيا، وصورت لهم أشرطة، وحضرت تقارير بالصوت والصورة، واستخدمتها كأداة لابتزاز هدول الأشخاص. فشو ردك؟ أنا ما عملت أي شيء انتهازي بالمرة، بس من حقي واكب التطورات اللي صايرة بتركيا. بعدين معرفت الأشخاص اللي هني بشكلوا الرأي العام بتركيا، هذا مو جريمة. اتصلت ببعض مدراء الجرائد وطلبت طرد بعض الصحفيين، شو بتقول؟ بعضهم كان ألمه مأذي كتير، والبعض كانت نيته سيئة. وين بدي احتج؟ مو عند مدراءهم؟ طيب هذا حق لكل مواطن تركي وواجب كمان. نحتج على البعض بأنه ما نقرالهم، ومنحتج على غيرهم كمان بأننا نشتكي للإدارة تبعهم. وصفت بعض الموظفين الكبار بالدولة بأنهم انفصاليين عن بعضهم، دينين، وبلغت عن بعض المواقع. حضرة القاضي، عم تستعملوا التعبير الغلط بهذا الموضوع. أنا أبداً بحياتي ما كنت عم بشتغل مخبر لبني آدم. جاوب على السؤال يا سيد اسكندر.
توصلنا تقارير وهذا شغلنا، ونحن مكلفين بإحالة هي التقارير للجهات المعنية. طبعا بالنهاية هدول الناس مكلفين ببناء تركيا اللي راح تكون بالمستقبل يا حضرات. فكروا شوي، موظف كبير بالدولة بده يعطي تركيا على طبق من ذهب للاتحاد الأوروبي، يا ترى وقت بتشوفوه تقدروا انكم توقفوا حياديين؟ سيد اسكندر، اصحاب الاسماء اللي بالدعوة افادوا بانهم تعرضوا لافتراء. معناتها ناقش الافتراءات اللي بحقنا مثل كل الافتراءات التانية. على كل حال، في 70 مليون انسان بهي الدولة، الشغلة كبيرة. ماشي، انكتبوا هالكم تقرير بطريقة غلط شوي، شو اللي صار؟ أنا ما إذا ممكن بدي استراحة، بدي 5 دقايق بس. ما في مانع. هذا مو تمثيل أبدا، سكري نزل شوي. سيدي اسمح لي، موكلي مصاب بمرض خطير وبحاجة لتدخل طبي، وهذا بشكل مستمر. بقاؤه بالسجن عم يفاقم المرض، كما انه ما عم يتلقى المساعدة الطبية الكافية، وحق الحياة اللي هو اقدس حق معرض للخطر. موكلي شخصية محترمة ومعتبرة في تركيا سيدي القاضي، مكان اقامته معلوم ومنضمن عدم هروبه، لهذا اطلب اخلاء سبيل موكلي سيادة القاضي. سيدي ناخذ خير استراحة. سيدي استريحوا 10 دقائق، استدعوا الطبيب. سعول أخذ برد، بس ما في شيء خطير، فينا نكمل شغلنا. هاتوا على غرفة التحقيق. اللي هاد
شو يا ابني؟ حضرتوا لي الإسعاف؟ معلم بلا طلعتكم اليوم. ليش؟ في شي ما بعرفه؟ شو هالفوضى هي؟ شو يعني رجال بيركب بسيارة الإسعاف وبيلوح بإيديه وبيروح وما حدا بيعرف لوين؟ سيدي الرائد المسؤول عنه بالسجن واحد من جماعته. إلغي مهمته حالاً وبلشوا بالتحقيق وبلغوا وزارة العدل بالوضع مثل ما صار. راح نباشر فوراً سيدي. وكيف ما عرفتوا هذا اسكندر لوين عم بيروح بعد ما طلع من السجن؟ سيدي اليوم كان عنده محاكمة وبالرجعة ما راح على محل، بس عم نحقق بالموضوع. تلغوا عنه كل الامتيازات، الاسكندر الكبير ما بدي يكون مبسوط جوا. نحن بأمرك سيدي. معلم خلي الدكتور يفحصك. أنا مو بحاجة للدكتور هلأ يا جيم، بعت خبر للشباب لازم يساووا اللي عليهم ونطلع من هون بقى. بالظاهر سعدي باشا ما راح يتركنا نرتاح بقى بأي شكل. مراد على مدار مو اخذ الدواء اللي عم تعطيه بالمره. كيف؟ شلون هيك؟ ودخلك شو حالته هي؟ هذا ملعوب وتمثيل. بيخدموا مراد على مدار يجوا على الاجتماع فورا. حاضر سيدي. تنقل مراد على زنزانة تانية. عمرك صار لك هون؟ ما بعرف. وين انت؟ ما بعرف. انا مين؟ دكتور. اذا بدك تهرب من هون منين رح تطلع؟ ما في مهرب من هون.
بهالشكل منكمل على كل دارات اللي بخلايا الدماغ، وهيك منفرغ له ذاكرته اللي مخزنها. بدنا نلتزم بهذا المخطط. ماشي، اترك لي المخطط هلأ شوي واحكي لي من الأول. بعتت الوثائق مع سلطاني على الضيعة. فهمنا هاي، ورحت على ضيعة البنت. بس منين عرفت اني بدي روح اقتل اسكندر؟ خبرني البير. وكيف لقاك البير؟ أنا اللي لقيته. اجيت ننظف عند السيد ألبير. بس انتي مو العاملة نفسها. ايه انا جديدة، هديك مرضت واجيت انا مطرحها. تفضلي من هون. اتبع سلطانة وستأخذك إلي. عبد الحي، مراد عايش وحابسه اسكندر. منين بتعرف؟ بعرف. وين؟ ما بعرف محله. طيب فيك تعرف؟ صعب، بس ما في طريقة نطالعه من هونيك عايش. بلى. طيب كيف؟ إذا نحن خطفنا اسكندر بيجي المعلم لعنا صاغ سليم ونحن محلنا. كيف بدك تخطف الرجال من السجن يا عبد الحي؟ يعني كتير صعبة منهربه من السجن بكل بساطة البير. أخذت أسماء موظفين السجن من البير. ايه نحن لازم نوصل لشي واحد من جوا. دخلك ووصلت؟ نجحنا وقدرنا ندبر طباخ. عم تتمألس علي لك عبد الحي؟ الطباخ بده يخطف اسكندر؟ اهلين خال. الله يسامحك يا خالو، انت بالقصة وما بتخبرني. الله يسامحك. عبد الحي هو اللي حلفني يمين يا ميماتي. كيفك يا خال؟ الحمد لله كله عم يتحسن. انت شلونك؟ شكلك مبسوط ومشقرق. بس ننقذ المعلم بوعدكم، لحلفكم ايامين ليوم الدين. خير ان شاء الله، مين جاي بهالوقت؟ الله يجعله خير يا حبيبتي. ها.
خال، انت قضيت فترة طويلة بالسجن، لاقي حدا وخليه يساعدنا، او فينا نظبط الطباخ؟ عبده شو بده يفيدنا الطباخ؟ هلأ اسكندر بده يخطفه طباخ؟ الزلمة مريض سكر يا خال، وبيطلع له أكل خاص. إذا كان الطباخ معنا منهرب اسكندر إمتى ما بدنا. يسلموا ايديك. صحة وهنا. ان شاء الله تصبحوا على خير يا شباب. مع السلامة. اهلين معلم. اهلين يا ابني. معلم في عندك ضيف ليك واحد هناك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بخليل ابراهيم بيك. كيف صارت صحتك؟ تطلع بدون ما تخبرني؟ لكني اجيت شوفك. هالمرض اجاني مثل البلا، بس في بلوي اكبر بكتير وما حدا بيحلها غيرك انت. اسكندر الكبير بده اياك هلا. ليش لحتى يطلبني اسكندر الكبير؟ والله ما بعرف. تعال لعندي يا شيف. انت شو ضايف لصحن الشوربة شي جديد؟ عالشوربة؟ ايه عليها؟ حط
حطيت شوية سماء كتير طالعة طيبة. يسلموا ايديك، لهيك انا حبيت اني هنيك بنفسي. شكرا لك معلم. اليوم رح كون أنا محل الرقيب الأول، هو مناوب الليلة. الطباخ زاد نسبة السكر بالأكل والليلة بده يزيد أكتر، واسكندر بيفوتوا بغيبوبة. ايه ونحن شو منعمل؟ رح تكون أنت بسيارة الإسعاف، وكاظم رح يكون الشوفير، بس ما رح نودي اسكندر على المشفى. تسمعوا رأيي، حطوا لكم شي ممرض بسيارة الإسعاف ليوم يعطيكم عمره الزلمة. ما فاتتني هي يا خال. مرتك؟ مرتي بلاها خال، ما فينا نوثق بغيرها. والله خطة منيحة، إذا ما صارت مشكلة اسكندر بيكون بإيدنا الليلة. يلا شو بدنا نساوي هلأ؟ عفوني من الخدمة، وإذا ما سمعت كلامي كمان القرار لاحق. والعمل شو ما ساويت أنا ماني محمي. نقلك من هي الزنزانة لأسباب أمنية سيدي. شو اللي صار؟ جدت أمور، مدير وقائد السجن الحاليين تم طردهم سيدي، وفي تعليمات جديدة مضطرين نطبقها. شايف شلون يا جيم؟ الكبار عم بيفكروا فينا أكتر ما نحن عم نفكر بحالنا. رح يغيرولنا مكاننا ليحافظوا على أمننا. معلم بس هذا مو خطر؟ هدي حالك، محبيننا بالتأكيد رح يتصرفوا ويتمردوا على هذا الإجراء. لا تشغل حالك يا جيم. تفضل. جيت مثل ما أمرته سيدي. ماشي ماشي، أنا واثق أنه رح تهتموا باسكندر الكبير كأني أنا موجود. كل شي ضمن القانون، أنا بأمرك. ليش في داعي حتى توصيني؟ شو اسمك؟ مراد علمدار. كم يوم صار لك هون؟ 40. وين انت؟ بمكان الاسكندر الكبير تحت الارض. ومين انا؟ دكتور.
بدي العميل اللي بيناتكن، ولا رح خلي جسمكم مصفاية. معلم، أنا كنت كل ما أعطيته جرعة الدواء شوف تمه لا أتأكد. افتح تمك، خلصني يلا. اليوم ورايح مشان كلكم تتأكدوا إنه بلع الدواء. إذا اضطريت إنك تهرب، منين بدك تطلع؟ من زنزانتي. كيف بقى؟ بوسع الحفرة يلي موجودة تحت كرسي التواليت. إلي لشوف أسامي المدنيين والعسكريين يلي بالكتاب الأحمر، بتعرفهم؟ إيه بعرفهم. بلش لي من الرئيس لكان. الرئيس الرئيس إيه، وبعد الرئيس أنا الرئيس، والتاني مماتي، والتالت عبد الحي. اسمعني يا مراد، بإمكانك تتحكم بكل شيء، بس ما بإمكانك تتحكم بمخك. عدد لي اياهم بدءا من الرئيس. انا الرئيس.